إذا تابعنا هذه الأجواء مباشرة من باريس بعد فوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة في فرنسا بعد أن انتصر على مارين لوبين ب 65.9% مقابل 34.1% لمارين لوبين. نذهب إلى الإعلامي مصطفى طوس المتواجد في باريس. مصطفى مساء الخير، من خلالك نقيس حرارة الأجواء في فرنسا مباشرة بعد إعلان فوز المرشح الوسطي ماكرون. نعم مساء الخير محسن، بالرغم من أن هذه النتيجة كانت متوقعة، مختلف استطلاعات الرأي كانت تعطي إيمانويل ماكرون رئيسا للجمهورية، إلا أن الإعلان الرسمي عن هذه النتائج كان بمثابة يعني ظاهرة تنفس من خلالها الفرنسيون السعداء. نعم. لأن يعني كابوس التطرف السياسي وإمكانية أن تصل مارين لوبين إلى قصر الإليزي كما وصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كما حدث في البريكسيت، هذا الكابوس بدأ يبتعد، وانطلاقا من بعض المظاهر وبعض يعني الأجواء التي الاحتفالية التي شاهدناها، هناك يعني فرح كبير من أن يصل رجل يقال على أنه معتدل، يقال على أنه يريد أن يطبق مبدأ التوافق السياسي، مبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع الفرنسي. فكل هذه الصفات اللصيقة حاليا بإيمانويل ماكرون جعلت الشارع السياسي الفرنسي يتنفس الصعداء. لكن الآن الذي كان مثير للانتباه أيضا وهي النسبة التي فاز بها إيمانويل ماكرون، تقريبا 66%، هي كانت نسبته، هذا يعني رقم جيد يمكن من شأنه أن يعطي ديناميكية لإيمانويل ماكرون في الحقبة السياسية المقبلة، خلافا لمارين لوبين، لأن مارين لوبين وصلت إلى تقريبا 34، هي في حد ذاتها اختراق كبير لمارين لوبين، لأول مرة يصل اليمين المتطرف الشعبوي الديماغوجي إلى هذه النتيجة، وهذا يفقد عدة تساؤلات حول المجتمع الفرنسي وحول المشاكل والهموم التي تخيم على المجتمع. هنا يطرح السؤال مصطفى، كيف يمكن أن نرسم ملامح المرحلة المقبلة؟ ما هي التحديات الكبرى التي سيواجهها إيمانويل ماكرون؟ يعني أكبر التحدي سيواجهه إيمانويل ماكرون وهو الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من إقامة حكومة يعني تنفيذية متجانسة، وهذه الأغلبية عليها أن تكون مريحة. هذا التحدي لحد الساعة لم يعني ليس هناك أي مؤشرات بأنه سينجح في هذا في هذا الامتحان. لا. لأن هناك عدة قوى سياسية من بينها جبهة اليسار المتطرف بزعامة جون-لوك ميلانشون، هناك حزب الجمهوريون بزعامة فرانسوا باروان فرانسوا فيون سابقا، يريدون يعني أن ينتقموا بين قوسين من هذا النصر، يريدون أن يحصلوا على أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانيين لكي يعقدوا اللعبة السياسية لإيمانويل ماكرون. والآن بدأت مرحلة الذكاء السياسي والدهاء السياسي لهذا الرجل الشاب البالغ من العمر 39 سنة الذي لا أحد كان يعرفه صراحة منذ سنة تقريبا، وهو اليوم يعني يكذب كل التوقعات ويخترق قصر الإليزي. طيب دهاء سياسي وأيضا برنامج ربما واضح داخليا وخارجيا، ما هي ملامح سياسة ماكرون مصطفى على المستويين؟ يعني على المستوى الداخلي هو يريد أن يعطي للمقاولات الفرنسية حيوية وديناميكية جديدة، يريد أن يخفف من أعدائها لكي تصبح من صانعي فرص الشغل، لأن فرصة الشغل هي الحل الوحيد الذي يمكن أن يحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب حاليا الفرنسيين. فهو مشروعه الأساسي وهو محاولة تخفئة الأعباء على المقاولات الفرنسية لكي تكون من بين يعني الجهات التي تخلق الشغل وتنعش الاقتصاد الفرنسي. أما على المستوى الأوروبي فهو من بين يعني الشخصيات السياسية التي تؤمن بمبدأ الاتحاد الأوروبي الموحد، خلافا لمارين لوبين الذي كانت تريد أن تكسر هذا البيت وتنسحب منه وترجع إلى العملة الفرنسية يعني الفرنك الفرنسي عوض اليورو. فهو الآن ولا شك أن مختلف عواطف القرار السياسي الأوروبي حتى هي تنفست السعداء، لأنها في قصر الإليزي هناك رجل يؤمن
من أن العمل بناء البيت الأوروبي الموحد هو شيء ضروري، شيء حيوي، شيء يعني مجدي للاقتصاد الفرنسي، وهو كما قالها في برنامج الانتخابي سيعمل على إصلاح هذه الاتفاقيات الأوروبية التي يعني قد كان من بين نتائجها أنها تسببت في يعني خيبة أمل الفرنسيين، بعض الفرنسيين الذين أحسوا بأن هم في وضع اقتصادي مهمش بسبب الاتحاد الأوروبي وبسبب بيروقراطية بروكسل. إذن هذه هي على المستوى يعني الداخلي والخارجي. أما على المستوى الخارجي فتتزم مثلا علاقات فرنسا ببلدان المغرب العربي، فإيمانويل ماكرون معروف عليه أنه رجل متوازن، رجل عقلاني يدافع على مصلحة فرنسا، ليس من النوع الذي سيقلب الطاولة أو يغير التحالفات. يعني علاقات المغرب مع فرنسا علاقة جيدة، كانت جيدة في عهد الرئيس هولوند وستستمر في عهد الرئيس ماكرون، ولا شك أن هناك علاقات يعني متينة الآن بين الفريق السياسي والانتخابي لماكرون وعواصم القرار المغاربي، سواء كان الأمر بالجزائر، تونس والمغرب، ويعني الكل يتوقع أن تنخرط فرنسا بطريقة أكبر في مسلسل التنمية، مسلسل السلام، مسلسل محاربة الإرهاب الذي يشغل بال هذه العواصم ويجعل من أن مصيرها مصيرا مشتركا بالرغم من كل الخلافات الجهوية والإقليمية التي قد نراها من في هنا وهناك. نشكرك جزيل الشكر الإعلامي والصحفي من باريس مصطفى طوس على كل هذه المعطيات.